أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في فقرتنا الأسبوعية، فقرة الجمال والجلد. وبنستكمل لقائنا مع الأستاذ الدكتور منير ويليام، استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا، صباح الخير. احنا طبعا بنكمل كلامنا مع حضرتك عن الجمال والجلد. احنا بنتفرع في موضوعات كتيرة جدا لكن كلها خاصة بالجمال والجلد. يمكن النهاردة هنتكلم عن السمنة المفرطة، أسبابها وطرق علاجها، جراحة التجميل فيها، وطبعا دي أكيد ليها علاقة مباشرة بالجلد. هو بداية بالنسبة للسمنة، السمنة ده مرض العصر، أصبح دلوقتي السمنة مرض. كنا الأول نقول فيه عرض، يعني الإنسان اللي مصاب بمرض البول السكري مثلا بيكون عنده من ضمن أعراضه سمنة. النهاردة بنقول لا، ده السمنة ده بقى مرض ليه أعراض كثيرة جدا، ممكن يصيب الجلد ويرسب دهون تحت الجلد، ممكن يصيب الجسم ويصيب القلب ويعمل ارتفاع في ضغط القلب، ممكن يصيب المفاصل ويعمل ألم في المفاصل، ممكن يصيب العين ويعمل بعض الترسيبات بالنسبة للعين والنزيف في قاع العين، وهكذا. ما فيش جزء من جسم الإنسان لا يصاب بالسمنة. وعشان نقول إن السمنة ده مرض العصر. السمنة ما هي إلا زيادة وزن جسم الإنسان بنسبة تزيد عن 10% عن المعدل الطبيعي. والمعدل الطبيعي ده معروف طبعا بجداول معينه، وبنقدر نعرف بالنسبه للوزن، بالنسبه للطول، بالنسبه للسمك، بالنسبه للجنس، بالنسبه للمجهود وهكذا. اللي يهمني هنا في دور جراحات التجميل ان احنا نقول ان السمنه ده ليه بدايه اسباب كثيره جدا. قد تكون تغيرات بتحدث في الغدد الصماء، مثل الغده الفوق كلويه او الغده النخاميه الموجوده في قاع المخ، او اي يكون لها علاقه بهذا التغير مثل البنكرياس. ممكن دي تكون هي الاسباب. بعد كده ممكن نقول ان السكر ليه علاقه بالانفعالات النفسيه، يعني واحد يجي يقول لي انا وزني زاد، انا اول ما بتضايق بلاقي نفسي عايز اكل، ولما باكل وزني بيزيد. ايضا طبيعه العصر، الشخص قله الحركه، دلوقتي كل حاجه في بيتنا بقت متحركه بالريبوت، عربيه مكيفه، الحركه قليله، المجهود قليل جدا، وكل اللي بيعمله الانسان انه بيفكر وياكل. فبقت طبيعه العصر الجديد ادت الى تكوين وترسيب الدهون وتكوين السمنه. عشان كده احنا بنقول ان السمنه علاجها معروف من وجهه نظر الشخصيه، ما هي الا ثلاث حاجات مع بعض: اسلوب غذائي بنظام غذائي محدد اللي هو اساليب الرجيم المعروفه، الحاجه الثانيه الاسلوب الرياضي، وابسط طريقه الاسلوب الرياضي هو المشي على الاقل لمده نص ساعه يوميا مرتين، الحاجه الثالثه قوه الاراده. وانا بقول ليه قوه اراده؟ لان بقول ان الاسلوب الغذائي لوحده ما يكفيش، والاسلوب الغذائي لمده اسبوعين او اربع اسابيع او ست اسابيع لا يكفي، لازم يكون الاسلوب الغذائي اسلوب حياه. يعني انا بعيش طول عمري على هذه الطريقه بالنسبه للغذاء، وبعيش طول عمري على هذا الاسلوب الرياضي بالنسبه للاكل، يبقى اذا في قوه اراده. والا الدنيا هتتلخبط، وهنبص نلاقي الجسم كونت فيه بدانه كبيره، وابتدى يبقى فيه دور لجراحات التجميل في هذا الموضوع. يعني اهم حاجه الاستمراريه. اهم حاجه الاستمراريه عشان ابعد عن جراحات التجميل، عشان احافظ على جسم رشيق، جسم قوي يتميز لا يعاني من اي امراض، يبقى لازم اسلوب رياضي، قوه اراده. وحضرتك طبعا كده قلت لنا الوقايه من الوصول لمرحله من السمنه المفرطه، لازم يتدخل فيها جراحه التجميل، دي الوقايه من ان احنا نصل لهذه المرحله. وطبعا يمكن اسباب حضرتك ذكرتها دي متعلقه بانه لو انسان مثلا وزنه طبيعي وشكله طبيعي وحصل له بعض الزياده في الكيلوات، يعني حاجات مش كتيره، لكن احنا عايزين نوصل بقى مع حضرتك للسمنه المفرطه اللي لابد من تدخل جراحه التجميل. الحقيقه جراحات التجميل بتتدخل بطريقه من ثلاثه: يا اما ان في تغير في شكل معين من جسم الانسان، يعني ابص الاقي البطن زادت بطريقه معينه في منطقه معينه، او الارداف او الهنش او الفخذين بقى في زياده محدوده مع ان الوزن يكاد يكون قريب من الطبيعي. هنا دور جراحه التجميل هو عباره عن شفط الدهون، بمعنى ان في مجموعه دهون زياده موجوده في منطقه معينه من البطن او منطقه معينه من الجناب، بيتدخل جراح التجميل علشان يشفط هذه المنطقة. وده بيكون شفط يا اما بالاجهزة او بالاشرطة الفوق صوتية او باجهزة الليزر وهكذا. الطريقة الثانية لا، الحالة بقت اكبر. ست كثرة مرات الحمل ادت الى ترهل عضلات البطن وابتدت تسقط البطن. او شخص كان رياضي قوي جدا من الابطال الرياضيين وفجأة بطل رياضة وقعد على البطن، ابتدت تتكون له بطن وابتدى يتكون له كرش. هنا شفط الدهون لا ينفع. المرحلة الثانية هنا بعمل استئصال كامل للجلد والدهون الزيادة، وبنقوي عضلات البطن في هذه المنطقة، يبقى ده نوع ثاني من الجراحات. ممكن نوصل للمرحلة الثالثة اللي سيادتك بتتكلم عليها، السمنة المفرطة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا الشخص وزنه صار قوي جدا وتضاعف بمراحل. لما يجي لك شخص عنده 180 كيلو او عنده 200 كيلو، هذا الشخص لا هينفع فيه شفط دهون ولا هينفع فيه استئصال جلد ودهون.
رجيم طبعا، ولا اسلوب غذائي ولا اسلوب رياضي. هنا بندخل بقى بجراحات متقدمه. كنا في الاول بنعمل طريقه ربط البق علشان نقلل طريقه الاكل، وبعدين في طريقه تانية ان احنا نركب بالون في المعده، لكن وجدنا البالون ده بيسبب قلق للمريض، بيحصل بعدم راحه، ممكن المريض يكح دم او تجي له قرحه في المعده، بطلنا البالون. ممكن نعمل تصغير لحجم المعده ونعمل استئصال للامعاء الرفيعه ونعمل توصيل ما بين المعده وبين الامعاء الرفيعه. لكن الجديد جدا في الطب دلوقتي بنعمل عمليه اسمها تدبيس المعده. بمعنى ايه؟ المعده ده عباره عن كيس ليه فتحتين، الفتحه العليا اللي بيجي فيها الاكل يدخل اسمها الفتحه الفؤاديه، والفتحه السفلى اللي بيطلع منها الاكل اسمها الفتحه البوابيه. انا باجي عند الفتحه الفؤاديه دي يا اركب حلقه، كميه الاكل اللي بتنزل محدوده بحجم هذه الحلقه، يا اما حجم المعده نفسه بعمل له تدبيس بدباسه معينه بحيث ان كميه الاكل اللي داخل المعده تكون كميه قليله. العمليه دي المريض ما بيشعرش بتحسن في بعد العمليه مباشره ابدا، لكن هو انا بعود المريض ان كل شويه بياكل كميه اكل، لو زادوا عن حجم معين بيبتدي يرجع، بيبتدي يعود نفسه على كميه الاكل اللي بياكلها، يبتدي في خلال 6 شهور لسنه يحس ان ابتدى الجسم يرجع للمعدل الطبيعي. يبقى اذا انا لما باجي جراحات التجميل يا ببدا بشفط الدهون، يا لو الحاله متعصيه شويه ببتدي اعمل استئصال للجلد الدهون وتقويه عضلات البطن، يا اما لو حاله قويه جدا ببتدي اعمل يا تدبيس المعده يا تركيب حلقه. احنا في نهايه لقائنا بنشكر الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه، ونشكركم اعزائي المشاهدين، ونلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم وفقره الجمال والجلد. شكرا والى اللقاء.